ايش بدنا نعمل هلا؟ بدنا نعمل شوربه القرع. يلا ناخذ مقادير الشوربه وبعدين رح نستقبل اتصال من ليان ان شاء الله مباشره على الهواء. مقادير الشوربه، شوربه القرع من تحت ايدان السيده ام غالب. رح نحتاج قرع مقطع مكعبات، صدور دجاج مقطع مكعبات، جزر مقطع، بازيلا ممكن فريش ممكن فروزن مجمده، ملح وفلفل، زيت زيتون، بودره مرق، دجاج. يلا ست الكل، وين هون الشوربه؟ خلني اشيل لك هاي، رح اعلي لك الغاز كمان. يلا تفضل. رح ناخذ اتصال ليان. الو صباح الخير. الو يا ليان. هلا هلا كيفك؟ يلا الحلقه كانت خرافيه. هلا حبيبتي، صباح الفل والياسمين، اهلا بالقمر. صباح الخير على ضيفتك الحلوه حبيبتي. بوجودكم صباح الورد عليكم. صباح الورد عليكم. نعمل القرع وناكله في بيوتنا، يعني بنحبه كثير 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 مفيد. الله لا يخلي هالنعم من بيوتنا جميعا ان شاء الله. بدي اسالك كمان سؤال صغير تفعله، انا لاني انا لسه مبتدئه بالاكل. نعم تفضل. لما عملت البرياني اللي حكيتي عنه وعملت البطاطا وكل شيء وحطيت المي، والظاهر انه كثير كثرت مي. هلا لما الواحد يكثر مي على الرز شو الواحد ممكن يعمل؟ بدنا ننقص من الرز، فراح ينقص البهار، فبتدوقي انت شويه المرقه او المي على راس المعلقه، اذا بدها بهار بترجعي بتزودي شوي وبترجعي بتحركي الطنجره زي هيك، ما تنزلي معلقه انها رح تكسر لك الرز. لا مش على الرز، على المي. اذا انا زدت مي على الرز كل واحد بدك تنزلي او بتجيبي بكفكيره، بتجيبي بكفكيره بتصير تنقصي شوي من المي لحتى يصير مستوى المي مناسب لكميه الرز الموجوده بداخل الطنجره. أوكي. اهلا وسهلا فيك يا ليان حبيبه قلبي. هلا يا قمر، اهلا فيكي نورتينا. يلا هلا بدنا نضيف صدور دجاج. ايوه صدور دجاج مسحبه سحبه من خاليه من الدسم. صدور دجاج مع القرع، انسي الوضع انسى الوضع. الو صباح الخير يا نور. الو يا نور الخير. اهلا صباح الورد. كيفك يا فولا، شو اخبارك؟ احنا وانتم بخير فضل من رب العالمين، احسن منك ما فيك. نور من جرش حبيبتي. اهلا نورتي. هلا حبيبتي، اهلا وسهلا فيك. منوره ضيفتكم غالب، منوره سعدك بوجودكم. صباح الخير عليكم. ما شاء الله احنا والله بنفتخر لما بكونوا في هيك ستات مختلفات بيطلعوا لنا اطباق جديده. نعم اكيد هدول بركتنا، احنا بدونها مصدقي والله ما بنسوى هالقد. انتوا البركه جميعا. الله يبارك فيكم حبيبتي. انا بدي منك بعد الحلقه تنزلي رقمها الخاص على صفحتك للتواصل معاها ان شاء الله. اسمعي ام غالب بتعمل تواصي لكنافه القرع، هلا بدها تعطيكم الطريقه بس للي بتحب تاكلها جاهزه، إشي مش طبيعي ومحلها غني بالقرع بانواعه سهله فانا رح اعطيكم رقمها. انا والجميع ان شاء الله. نعم ان شاء الله احنا بنستنى هينا حبيبتي. احنا دائما بقلبي يا علا يعطيكم. هلا يا نور. هلا حبيبتي بدي دائما اشكر مؤسسه الاذاعه والتلفزيون، مؤسسه التلفزيون الاردني اللي دائما بيفتح المجال لكل الطاقات الشبابيه سواء كان بالمطبخ او برا المطبخ، اللي بنقدر احنا قدر المستطاع نقدمهم للمجتمع لو كان بالشيء البسيط. ممكن احنا هالنص ساعه بتروح وبتنتسى ولكن بتضل عالقه باذهان الجميع، فشكرا دائما لكل حدا داعم، خصوصا هالستات اللي انا كنت في بداياتي بحتاج دعم، واحنا اليوم ان شاء الله يعني الله يقدرنا وما نقصر مع حدا. فمكانك الصغير مع شوحنا الصدور الدجاج. نعم بنضيف عليه القرع. هذا القرع نوعين، هذا النوع هذا النوع الامريكي وهذا البرتقالي نوع. يلا نثبت ايدنا. البرتقالي ايش؟ هذا امريكي والابيض بلدي. بلدي لا البرتقالي الاورنج بلدي. بلدي والفاتح امريكي. امريكي الموجود عندنا بالمحل كل الاصناف. كل الاصناف. طب ايش بيختلف مرتب السكر يعني الحلاوه؟ خليني احكي حسب الرغبه. شو بدك انت؟ بدك يا حلو بتحليه بالعسل ممكن بتحليه بالسكر. اللي ما برغب بالسكر بتحط حليب، كمان حليب فيه حلاوه. انا قصدي مثلا البلدي والامريكي. البلدي بيدخل بالطبخات، بيدخل بالحلويات. نعم الامريكي بيدخل بالمربيات لانه في قساوه
صحيح ونقاسي شويه. اشكرك. نعم عشان هيك الستات اللي بتعمل مربى القرع وبتكلسه بتيجي بتقولي طب هي فلانه زبط معها انا معي ما ضلش زي ما هو لا. ووقع انهار هذا بسبب نوع القرع نعم نوعيه نعم. نعم نعم البلدي ما بيحتاج فتره اطول بسرعه مستوي بسرعه بنهرس بسرعه 100% يعني 10 دقائق بيكون مستوي حتى على هبال البخار المي تهبل اسمه تهبيل ما اسمه حبيت هاي هبال تهبيل الله يسعد هالمنطق صباح الخير الو نضيف عليه يلا يا قمر ضيفي الو صباح الخير نور يا صباح الفل اهلا وسهلا كيف حالك يا هلا حبيبتي احنا وانتم بخير اهلا وسهلا بخير. وانت بخير وصحة وسلامة إن شاء الله من العيدين يا أمر والله يا أبوي دائما بيحكي ماما اعملي لنا منتفعة أنا مش سامعتك منيح للأمانة يعني مش فاهمة عليكي بس هلأ الشباب بيساعدونا شكرا على اتصالك صباحك سعيد يلا قيس معانا يا أمر تفضلي شوف الألوان كيف أبو أحمد بيقول الشاشة الأردنية تجمع حب الوطن والأردنيين داخل سقفها شكرا للتلفزيون الأردني على استضافة سيدات المجتمع دائما هم بركتنا دائما هاي البركة إحنا بحاجتها والله أنت البركة يلا حبيبتي لما بدك الملح حسب الرغبة ما بدنا الملح كثير يا حط شوية مرق دجاج نروح على الزرقاء نروح جاهزة يلا ما بنتعب بالطريقه هالبس لا ما بنتعب لا الى الزرقاء روح ركاض كمان صباح الخير صباح الورد العلا يا صباح الفل والياسمين اهلا باهل الزرقاء الطيبين يا منوره بوجودكم حبيبتي اهلا حبيبتي الله يسعدك بدي اصبع على ضيفتك على صباح الورد يعطيها الف عافيه واول مره بسمع يعني انه القرع كنافه بالقرع يعني صراحه اول مره شيء مش طبيعي انا قلت لها جيبي لي صحن بدي اخده معي على البيت اللي عندها حدا مريض بالسكر جربيها وادعي لي خليلي عن العسل حبيت اطبع عليك وعلى جميع العاملين بالبرنامج يعطيكم الف عافيه ما شاء الله عليكم دائما حبيبي الله يسعدك ويسعد صباحك وصباح عائلتك الكريمه اهلا وسهلا حبيبتي علا الله يسعدك هلا يا قمر هلا حبيبتي نورتي يلا كنافه القرع دايت لجماعه السكري بدنا هريسه ابو يوسف تعالي يا ابو يوسف نحط لك صحن تجرب طيب ام فهد كمان واسيا ايمن منى بدها تفكر بالموضوع انا رح ادق قدامك عشان قولي لي بس بدي مي يلا يا عمر هاي يلا نحط ايوه بسم الله يلا زيت بسم الله الرحمن الرحيم وحطت القرع والجاج نخليها كثيفه في بنعمل بطريقه ثانيه كمان انه بنخليها كثيفه من دون ما نحط عليها جاج ولا شيء بس قرع وبنحط عليها جزر وبعدين بنخلطهم بنخليها كثيفه بشكل نهرسها زي الشوربه نعم تمام حلو الكلام طعمها يعني خرافي نعم أعظم إله معتصم أبو إسماحة صباح النور والسرور آسيا أيمن محمد لبطوش نهاية الشواهين ومعانا كمان جميلة مصطفى وعيسى خالد بني عبده ومحمود ابني. لبطوش كمان مرأة عيسى عيسى ابني عيسى تحياتنا لك يا عيسى الله يديم لك هالأم الجميلة تحياتي لهم ولا يلا معنا شريفة رح ناخذ الاتصال ونطلع فاصل مباشرة عشان نكمل الوصفات إلى شريفة ألو صباح الخير صباح الخير ست علاء يا صباح الفل والياسمين أهلا وسهلا من زمان وأنا حاب أحكي معك يلا يا قمر لحسن حظنا لقط الخط تفضل الله يسعدك والله أنت تستاهلي أحلى مذيعة صيري وأحلى حبيبتي فيكم البركة الله يسعدك والله إني أحبك كثير حبيبتي الله يسعدك تحملك العافية يا رب أحضر برنامجك الله يسعدك يا رب أهلا وسهلا فيك بكل وقت الله يديمكم يا حبيبتي أهلين يا حبيبتي هلا هلا يا أمر شكرا على اتصالك